كان في قديم الزمان حكايات وروايات مع ناس زمان. مرحبا وسهلا بكم، شرفتونا. في هذا رمضان رح نتفكروا فنانين وفنانات معظمهم رحلوا عن المكان لكنهم سكنوا الزمان. أنا جزء في التلفزيون يا عمي يا عمي. نتفكروا معكم أعمال بقات راسخة في البال. هذا الطبطب اش كنت تحبي تجينا هذا الوقت؟ حقا واش طيب؟ بدي فيك يا والله ما طيح. يا بركة علينا صوموا في عقلنا. في هذا رمضان شوفوا وشموا معنا ريحة زمان. عبق الماضي الجميل في ريحة زمان، برنامج يجمعه لكم محسن ويأتيكم يوميا في 10:30 ليلا بالتوقيت المحلي. كونوا معنا.